ثمانية أشهر مرت على انفجار مرفأ بيروت ولم تصدر نتيجة التحقيقات بعد، والتأخر في الكشف عن سبب وقوع الانفجار استغلته شركات التأمين التي رفضت التعويض على المتضررين قبل معرفة إن كان الانفجار ناجما عن إهمال وتقصير أو عن عمل إرهابي أو حربي. لكن المفاجأة كان في تسريب كتاب أرسله وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمي بصفته مسؤولا عن لجنة مراقبة هيئات الضمان في 8 نيسان إلى المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البطار عبر وزيرة العدل ماري كلود نجم. وطلب نعمي إلى القاضي بطار إخراج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدت إلى وقوع انفجار الرابع من آب، وعلل الطلب بالتمكن من أعطاء التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئة الضمان اللبنانية ومخاطبة هيئة إعادة الضمان الدولية لتسديد التزاماتها المالية حفاظا على حقوق المواطنين المؤمنين. اللجنة التي رأسها راؤول نعمي عادت وأصدرت بيانا أوضحت فيه أن الهدف من الكتاب كان الإضاءة على أهمية تبيان الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، آملة منه وفي حال خلصت التحقيقات إلى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة. ولفتت إلى أن الكتاب لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى التدخل في عمل القضاء، مبدية استعدادها الكاملة لسحبه وإعادة صياغته ما دام قد فسر بما لا يتماشى والهدف المنشود منه. لكن هذا التوضيح لم يلغي ما جاء صراحة في الكتاب من تدخل في عمل القضاء. وزير الاقتصاد راؤول نعمي ارتكب فضيحة بالكتاب اللي أرسله للمحقق العدلي عبر وزارة العدل، خالف القانون والمبادئ، خالف الدستور ومبدأ فصل السلطات، ونصب حاله مدعي عام ليخاطب المحقق العدلي ويطلب منه مستبقا التحقيق ويطلب منه أنه يسقط فرضية اللي هي فرضية الأعمال الإرهابية. ممكن للمحقق العدلي أنه يستدعي وزير الاقتصاد ويسأله أنه أنت كيف عرفت أنه هيدا العمل مش عمل إرهابي، أنه هيدا نتيجة إهمال. اثنين، في نقطة أساسية أنه بإطار الجريمة المقصودة وغير المقصودة وزير الاقتصاد أسقط أو لم يفقه معنى القصد الاحتمالي اللي هو أنه عدد من هؤلاء الموظفين عرف حجم الخطر اللي بتشكله هاي المواد الموجودة بالعنبر رقم 12 ورضي بالمخاطرة بحياة عشرات الأبرياء اللي هن سقطوا بهذا الانفجار. ويوضح الصحفي رضوان مرتضى أن من أسباب التأخر في إصدار نتيجة التحقيقات تغيير المحقق العدلي. بالتأكيد شركات التأمين دوما تسعى نحو أنه تلاقي خرم أبري لحتى تطلع منه وما تدفع مصاري للناس المتضررين. واللي أخر هذا الملف ليس فقط المحقق العدلي، في إجراءات متعددة، يعني أنه نحن غيرنا محقق عدلي فتأخر الملف، رجعت بلش التحقيق من جديد بمجرد ما استلم المحقق العدلي الجديد طارق بطار. وبينما أكدت مصادر لجنة مراقبة هيئة الضمان أن الكتاب أرسل فعلا إلى وزيرة العدل، ردت ماري كلود نجم في بيان أوضحت فيه أن الكتاب المرسل من وزير الاقتصاد إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت لم يرد إلى وزارة العدل. وقالت في اتصال بالجديد: لقد سمعت بالموضوع من خلال وسائل الإعلام ولم أرسله إلى المحقق العدلي لأنه لم يصلني أساسا. وعلى وقع ما جرى تحركت لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت، ومن محيط منزل وزير الاقتصاد في الأشرفية انتقدت ما جاء في كتابه وأعلنت أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضده. من أنت أيها المعتوه؟ من تظن نفسك لتبكي نساءنا وأطفالنا من أيتام وأرامل وثكالى وتطعن قضيتنا الوطنية والإنسانية بالخاصرة؟ من تظن نفسك لتنصب نفسك قاضيا في قضيتنا؟ أنت اليوم أصبحت عدوا لنا، ولا يكفينا توضيحك الذي حاولت فيه تبرير كتابك المشؤوم، وعليك أن تدفع الثمن غاليا. وليكن بعلمك يا راؤول أن فعلك هذا يعد جرما تصل عقوبته ل3 سنوات حبس. سنتوجه كمتضررين من فعلته الشنعاء لرفع دعوى عليه، دعوى فرادية
وجماعية. في الحصيلة صحيح أن غلطة الشاطر التي ارتكبها راؤول نعمي في كتابه ثمنها أكثر من 1000، لكن هناك حقيقة واحدة يجب عدم التغاضي عنها. 1000 المتضررين ينتظرون معرفة نتيجة التحقيقات للحصول على تعويضات تقدر بأكثر من 1 مليار دولار تحاول شركات التأمين ومعيدو التأمين التهرب من دفعها بذريعة عدم معرفة طبيعة الانفجار. حليمة طبيعة، قناة الجديد.